أهلاً المشاهدين يسعدني ان ارحب بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج انجيل الله اخبار مفرحه يحويها الانجيل لكل انسان مهما كانت خلفيتك مهما كانت ظروفك مهما كانت خطاياك مهما كان عمرك صدقني لك خبر صار وبشاره مفرحه من الله وهذا هو الانجيل نحن نحاول ان نتعلم ما هو الانجيل وما هي الاخبار المفرحه وكيف يقود الإنسان للتصالح مع الله والشركة والعلاقة مع الله من خلال شرح الرسول بولس للإنجيل في رسالة روميا رسول بولس مشي بينا مشوار طويل حتى وصلنا لأصحاح خمسة وابتداء من عدد 12 ابتدى الرسول يقول عن شيء في جوهر الإنجيل أنه متقدم مجانا وأنه البركات اللي ليك بركات مجانية ويمكن حد كان يعترض لأنه تابع معانا الكلام اللي كنا بنقوله في رمية خمسة من عدد واحد لغاية عدد حداشر الرسول عدت تمن بركات تمن بركات ينالها الإنسان بركات من الله عظيمة إذا آمن بالمسيح وقبل الإنجيل ويمكن واحد يعترض ويقول كل ده يجيب واحد للآخرين كل البركات دي يجيبها واحد اللي هو المسيح للناس الحقيقه ايوه وده مش غريب ولا عجيب لانه في واحد تاني قبل كده وده اللي بيكلمنا عنه بولس واحد تاني جاب جاب مآسي جاب لعنات جاب مصائب للجنس البشري ألا يمكن أن تكون هبة الله كالخطية التي جلبت البلوى للبشر جميعا هل ممكن أن يكون خطا الانسان اقوى من صلاح الخالق هل يمكن ان يكون عند الانسان شرا يجلب المصائب ولا يوجد عند الله نعمه تجلب البركات عزيزي المشاهد الرسول يعقد مقارنه بديعه ومقابله ابدع واروع بين ادم والمسيح تعال نقرا مع بعض الاعداد ونشوف جمال الكلام ونحاول نفهمه مع بعض في رومية خمسة وابتداء من عدد هقرأ من عدد 12 لكن سأبدأ تأملي في هذه الحلقة من عدد 15 لأنه كان سبق وتأملنا في الأعداد من 12 ل 14 بيقول الرسول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد اللي هو آدم دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وفهمنا أنه نتيجة مش عقوبة وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع فانه حتى الناموس كانت الخطيه في العالم على ان الخطيه لا تحسب ان لم يكن ناموس لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي ادم بعدين اسمع العباره دي يقولها عن ادم الذي هو مثال الاتي ادم مثال الاتي من هنا هنبدا تاملنا في هذه الحلقه لكن اكمل القراءه ولكن ليس كالخطيه هكذا ايضا الهبه او بقراءه ادق اليس كالخطيه هكذا ايضا الهبه لانه ان كان بخطيه واحد مات الكثيرون فبالاولى كثيرا نعمه الله والعطيه بالنعمه التي بالانسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. كلمات بلا شك غايه في الجمال والروعه ابداها بهذه العباره عن ادم انه مثال الاتي، ادم مثال الاتي. من هو هذا الاتي؟ هو المسيح. المسيح قيل عنه مرات عديده انه هو الاتي، كان اليهود يعيشون على رجاء ان هناك شخص سياتي. مرثا وهي واحدة من تلاميذ المسيح، مرة تحداها المسيح بسؤال بيقولها أنا هو القيامة والحياة أتؤمنين بهذا يا مرثا؟ هل أستطيع أن أقيم أخيك من القبر بعد أن أنتن إذ كان قد صار له أربعة أيام في القبر؟ مرثا ما قدرتش تجاوب بس قالت حاجة برضو جميلة قالت له كأنها بتقول له أنا مش عارفة أنا مش قادرة أتخيل إن واحد أنتن يقام من الأموات لأن هذا عمل غير عادي لكن اللي أؤمن به أنت هو ابن الله الآتي إلى العالم أنا أؤمن أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم في يوم آخر عندما دخل المسيح إلى أورشليم وكان معظم سكان أورشليم قد رأوا معجزاته وآياته هتفوا له قائلين أوصنا وصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب أحبائي المشاهدين عاش عاش البشر أربعة الاف عام على رجاء هو رجاء الخليقة كلها أن يأتي ات ويخلص يأتي آت ويرفع النتائج التي أدخلتها اللعنة الأولى معرفش إلى أي حد توافقني إن إحنا عايشين تحت لعنة أستاذ الكبير نجيب محفوظ وهو بيكتب في ولاد حارتنا وصل عند الحتة اللي بيرمز فيها إلى قتل قايين لهابيل أخاه وبيقول كيف يقتل الأخ أخاه هل ولدنا وعلى رؤوسنا لعنة هل ولدنا وعلى رؤوسنا لعنة وأنا شخصيا أجيب أجيب وأقول صدقت أيها الأديب العظيم، صدقت، نحن نولد وعلى رؤوسنا لعنة، لكن الله المحب العظيم دبر من يرفع اللعنة. دبر من يحمل عنا اللعنة. يقول الكتاب في غلاطيا ثلاثة 13: إن المسيح صار لعنة من أجلنا. يقول عنه في غلاطيا أربعة أنه وُلد من امرأة مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس يفتدينا من اللعنة نعم ورث البشر مصائب كثيرة لكن الله رتب من يحمل عنا المصائب عاشت الخليقة على رجاء الآتي اللي هيجي سيأتي آتي وهذا الرجاء زرع فيهم من نفس يوم السقوط لانه يوم الخليقة سقطت في ممثلة في جنسها اللي هو ادم الكتاب قال وهو بيكلم الله بيكلم الحية قال لها اني سأجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها ووعد بانه سيأتي نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية وقال انت تسحقين عقبه وهو يسحق رأسك ومنذ ذلك اليوم دعا آدم حواء امرأته أم كل حي لاحظ ما كانش اسمها حواء كان اسمها امرأة راح مغير اسمها وسمها حواء وكأنه بيقول لها منك هيجي الآتي سيأتي الآتي سيأتي الحي الذي يرفع اللعنة أحبائي أعزائي كان آدم مثال الآتي كان آدم رمز للمسيح، من أي وجهة رمز للمسيح؟ ابقى معي بعد هذا الفاصل لكي نواصل ونعرف إجابة هذا السؤال أدم مثال الآتي عزيز المشاهد أرجو أن تكون قد تابعت معنى ما تكلمنا به من بداية هذه الحلقة وقبل هذا الفاصل. آدم مثال الآتي الآتي الذي هو المسيح وذكرت الآيات التي تؤكد أن الآتي هو المسيح. آدم مثال الآتي مثال المسيح في إيه الحقيقة مثاله في نقطة واحدة وحيدة أرجو أن تنتبه إليها لكنها نقطة خطيرة جدا. آدم رأس لجنس بشري. المسيح أتى ليكون رأسا لجنس بشري جديد بس مأخوذ من الجنس القديم. أنا مش بقول ألغاز بس ركز معايا هتلاقي الكلام سهل وبسيط. الجنس البشري فسد اللي منحدر من آدم والواقع من حولنا يؤكد هذا الأمر. دخل المسيح إلى الجنس البشري. وصار رأسا جديدا بس لاحظ دخل للجنس البشري من طريق محدش دخل منه أبدا لا آدم دخل بيه ولا حواء دخلت بيه ولا أنا وإنت دخلنا بيه دخل من أم بدون أب دخل مولودا من عذراء دخل إلى الجنس البشري بشبهها دايما وبقول دخل من المحيط مش من المركز كان آدم هو مركز الجنس وابتدى يتوالد ويتناسل فيكثر فيكثر حتى صارت دائرة عظيمة. عندما دخل المسيح للجنس البشري ما جاش من المركز، لكن دخل من المحيط ودخل ليكون مركزا جديد لجنس جديد. كل من يرتبط بالمسيح يصبح في المسيح خليقة جديدة. هكذا يقول الكتاب الايه تظهر قدامك في كورنثوس الثانيه خمسه ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا المسيح راس لجنس زي ما ادم راس لجنس ادم عمل عملا ورث به الجنس البشري النتائج المدمره والمسيح عمل عملاً ورث به الجنس البشري النتائج المباركه. هقول تاني آدم عمل والمسيح عمل. آدم عمل عمل عصيان والمسيح عمل عمل طاعة. عمل العصيان الذي عمله آدم جلب نتائج مدمرة على الجنس البشري. عمل الطاعة الذي عمله المسيح جلب نتائج مباركة على الجنس البشري. لكن يبقى هناك فارق كبير. ان النتائج المدمره التي جلبها ادم على الجنس البشري تتلخص في كلمه واحده الاستقلال عن الله. النتائج المباركه التي يجلبها المسيح للجنس البشري تتلخص في كلمه واحده العوده الى الله والصلح مع الله والسلام مع الله. وهنا ياتي فارق اخر مهم. إنه لا تجبر على هذا الأمر إجبارا، لكن ينبغي أن تمد يدك وتطلب هذا الأمر. ليس من الذوق أن يجبرك الله وأقولها وأقصدها، ليس من الذوق السليم ولا يستسيغها الإنسان أن يجبر على علاقة مع شخص آخر، الله لا يجبرنا على العلاقة معه، لكنه بموت المسيح أزال كل العوائق وأصبح من حقك كل البركات وتنجو من كل النتائج المدمره التي جلبها ادم، لكن الامر يتوقف عليك ان اخترت هذا. اذا كان ادم مثال للمسيح من حيث كونه رأسا لجنس جديد. ادم رأس الجنس البشري، المسيح رأس جديد للجنس البشري. ادم عصي حتى الموت، المسيح اطاع حتى الموت. آدم ورث الجنس البشري نتائج مدمرة المسيح ورث الجنس البشري نتائج مباركة إذا هذا الفكر الرسول يسأل سؤال الترجمة العربية عندنا مش واضحة فيه أوي لكن نقدر نقراها بصورة دقيقة لما يقول في عدد 15 ولكن أليس كالخطية هكذا أيضا الهبة؟ لأنه إن كان هي النص ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة أنا حطيت الألف من عندي عشان أوضح عشان أفسر القراءة لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا أو هنا الإنجيل بقى هنا الخبر المفرح يا جماعة بالعقل بالمنطق إن كان بخطية واحد اللي هو آدم مات الكثيرون بالأولى كثيرا نعمه الله والعطيه بالنعمه التي بالانسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين يعني ايه الكلام الجميل ده يعني بيقول القاعده واضحه وضوح الشمس ان اردت ان تبصر النور واضحه احنا بنعيش ماساه هذه المأساة ميراث بشري عام كل البشر على ألاف السنين بيعانوا من هذا الميراث مين اللي جاب الميراث ده عاملة واحدة عملها آدم أبونا الأول كارثة لكن من هذا الوضع القائم بولس بيقول في وضع تاني ما تركزش على ده وشوف التاني الوضع التاني انه في صليب الجلجثة في حدث تاني خالص بقى في بستان عدن هناك انسان عصي وفي الجلجسة هناك إنسان أطاع في عدن عصي حتى الموت وفي الجلجسة أطاع حتى الموت وكما حضرت من هذا نتائج تنحدر من هذا نتائج لكن هنا تأتي مقابلة لغاية كده التشابهات هنا تأتي المقابلة بيقول ايه المقابلة بيقول مش معقول مش معقول دي ما تكونش زي دي اذا كانت العملة بتاعت آدم وعصيان آدم جلب موتا وجلب ضمارا على الكثيرين بالأولى كثيرا بالأولى كثيرا بالأولى كثير بالأول كثيرا ثلاث كلمات أرجو أن ننتبه إليهم عزيزي المشاهد بالأولى كثيرا نعمة الله نعمة الله قلب المنعم الجواد الذي يصر بالعطاء نعمة الله أنا الكلمات هتطلع قدامك على الشاشة ثلاث عبارات نعمة الله العطية بالنعمة النعمة بالإنسان يسوع المسيح نعمة الله تريد أن تعطي لكن في حاجة اسمها العطية بالنعمة إيه العطية اللي بالنعمة؟ العطية اللي بالنعمة عطية الحياة قلب الله المحب يريد أن يعطي وهذه هي نعمته العطية التي يريد أن يعطيها هي الحياة بالمقابلة مع الموت الذي جلبه آدم، لكن لابد من وسيط وسيط يستغل نعمة الله ويجلب لنا الحياة، كان هذا الوسيط هو المسيح بطاعته حتى الموت. عزيزي المشاهد خبر مفرح جدا، كما ورثت الموت تستطيع الآن أن ترث الحياة، لكن السؤال هل تقبلها؟ الحياه جاهزه ونعمه الله دبرتها والعطيه مجانيه وفي متناول يدك هل تمد يدك وتقبل الحياه من الرب يسوع المسيح ارجو ان تبقى معي بعد هذا الفاصل لكي نستكمل ابعاد هذا الخبر السار أرحب بكم مجددا وأشتاق من قلبي أن يكون خبر الإنجيل المفرح له وقع الموسيقى الشجية على أذانكم أشتاق أن تستقبلوا خبر الإنجيل وتستمتعوا به يغير الحياة يسعد فعلا الحياة العدد اللي هنتأمل فيه دلوقتي والرسول بيعمل المقابلة بين آدم والمسيح مش بيتكلم بقى عن الموت والحياة لكن بيتكلم عن تعبيرين تاني الدينونة والتبرير آدم عصي والمسيح أطاع آدم بعصيانه ورثنا الموت المسيح بطاعته ورثنا الحياة لكن ابتدى الرسول يدخل لبعد تاني ويكلمنا عن كلمتين حلوين قوي الدينونة والتبرير اقرا معايا العدد ده زي ما هيظهر قدامك على الشاشه ونحاول ان احنا نتعلم منهم يعني ايه دينونه ويعني تبرير. بيقول الرسول في عدد 16 وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير الآية هي هي نصها صحيح كده بس القراءة المفروض تكون بطريقة أصح إنه في استنكار فتتقال كده وليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطيه او اليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطيه يعني واحد يبص لله ويقول له يا رب اين عطاياك؟ الا تجري عطاياك منك بسخاء لكثيرين؟ ان كانت الخطيه اللي ارتكبها ادم جرت اثارا على كثيرين. اليست نعمتك وعطيتك لها فاعليه؟ كفاعليه الخطيه والاجابه حاشا لا بد ان تكون فاعليه عطيه الله ونعمه الله اقوى من فاعليه الخطيه ما هي فاعليه الخطيه تعم الكثيرين وتنشر اثرها المدمر على الكثيرين وتلطخ بلطخاتها السوداء كل الثياب البيضاء من دخل الى هذا العالم ولم يتلطخ ثوبه منها قد احتفظ ابراهيم بثوبه ناصعا سنينا هذا عددها حتى في يوم من الايام يضعف ويضطر ان يقول عن ساره انها اخته. وداوود الذي فعل مشيئه الله قهرته الخطيه ولطخت ثوبه بلطخاتها المزريه. من دخل الى العالم ولم يتلطخ ثوبه بالخطيه؟ واحد وحيد. واحد وحيد ولد قدوسا وعاش قدوسا ومات قدوسا وصعد قدوسا وفي حياته قال من منكم يبكتني على خطيه هو المسيح المسيح هو الذي اطاع حتى الموت هل طاعه المسيح لها فعل وتاثير عصيان ادم هل الخطيه لها فاعليه النعمه او العكس نعمه الله وعطيته لها فاعليه الخطيه ان كانت الخطيه اثرها يمتد للاخرين فهل طاعه المسيح وعطيه الله ونعمته يمتد اثرها للاخرين الاجابه نعم بالطبع وحاشا لله ان يكون الامر عكس ذلك لا يمكن ان يكون فساد المخلوق اقوى من صلاح الخالق يظل الله بصلاحه أقوى وأعظم ويريد أن يبررك لكن في العدد السابق قال أن الخطية جابت الموت طاعة المسيح جابت الحياة هنا بقى بيقول لا الخطية جابت حاجة تانية اسمها الدينونة الحكم من واحد للدينونة والعطية من جرة خطايا كثيرة للتبرير ايه بقى حكاية الدينونة دي؟ الدينونه الناس كلها تتكلم عنها على انها شيء هيحصل في المستقبل بس الكتاب المقدس في العهد الجديد بيتكلم عن الدينونه انها شيء حاصل شيء موجود هذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره والكتاب يتكلم عن نجاه من الدينونه الان فمن الآن لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح لكن الناس تتصور دايما أن النجاة من الدينونة حاجة في المستقبل ده ناتج عن فهم خاطئ لكلمة الدينونة يعني إيه دينونة؟ في اللغة الإنجليزية في كلمتين في judgment وفي condemnation وربما واحدة منهم تشير إلى عقاب سيوقع في المستقبل لكن واحدة أخرى condemnation تشير إلى حالة من الرفض والاشمئزاز والادانه لما نقول على حاجه انها مدانه يعني خاطئه ولا تصلح هل هذا المعنى يقصده الكتاب هنا نعم عندما راى الله ادم قد استقل عرف الله النتائج لانه العليم فاوقع الحكم اوقع الدينونه قالوا ان الجنس بالطريقه دي لن يخرج منه شيء صالح وعندما يدين الله شيء لا يمكن ابدا ان يصلح حاله قد راى الله وعلم الله ان الجنس قد صار شريرا فاسدا فاصدر حكمه بالادانه جاء المسيح لكي يرفع الدينونه ويدخل حياه جديده وصنف جديد من الحياه يكون به جنس جديد هذا الجنس مقبول لدى الله هذا الجنس ينحدر من المسيح المطيع وليس من ادم العاصي علشان كده الرسول في كورنثوس يقول في ادم يموت الجميع في المسيح يحيى الجميع في ادم دينونه للجميع في المسيح تبرير للجميع اذا مساله الدينونه هي مساله ادانه ورفض مساله التبرير اكيد تبقى العكس حب وقبول عزيزي المشاهد أعمالك قد تغير صورتك أمام الناس لكن لن تغير جنسك أمام الله هقول تاني العبارة دي وهتظهر قدامك أعمالك قد تغير صورتك أمام الناس لكن لن تغير جنسك أمام الله واحد يقول جنسي وماله جنسي إن شاء الله لا جنسك فيهوش حاجة جنسك بس آدمي دي المشكله والجنس الادمي بسبب التشوه الموروث صار مدانا من الله والله يقدم العلاج ما هو العلاج الله اوجد لك راسا جديدا يمكنك ان ترث منه اخلاقه وطاعته وحياته وتعيش كما عاش هو الله رتب أن نكون مشابهين صورة ابنه عزيزي المشاهد أختم معك هذه الحلقة بأن ألخص لك هذه الرسالة إحنا ما عملناش حاجة علشان نورث الخطية والموت وإحنا مش مطلوب مننا نعمل حاجة علشان نورث النعمة والحياة أقول مرة تاني وأرجوك تقبل هذه الرسالة من الله عملت ايه علشان تتولد عاصي عملتش ولا حاجه تعمل ايه علشان تخلص وتحصل على الحياه مش مطلوب منك ولا حاجه كما انك لم تعمل لكي ترث الخطيه مطلوب منك ان لا تعمل لكي ترث ترث الحياه بس شرط واحد وحيد ان تقبلها من الطريق الذي تاتي منه اذا كنت عايز تورث النعمه والحياه والتبرير جاهزه موجوده مد ايدك وخدها بس من فضلك ما تقترحش طريق غير اللي ربنا عمله تيجي منه النعمه الطريق بالانسان الواحد يسوع المسيح لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فديه لاجل الجميع انه يحبك ويريد ان يعطيك الحياه والتبرير فهل تقبل ليتك تفعل والى ان القاك في حلقه اخرى الرب معك